في عندك مسؤولية شخصية تجاه نظافة المكان اللي أنت موجود فيه؟ أكيد يعني. كيف؟ الاهتمام في المكان بكون فيه من نظافته من الواحد بكون يعني نظيف له يعني. طب مثلاً لو أنت كنت مارق بالشارع وشفت وسخ معين وموجود وما في حدا يقيمه، أنت بتقيمه أو لا؟ بقيمه حتى بغض النظر حتى شغلة نعمة إنه خبز أو حجر أو شيء لازم إنه ينشال يعني نظافة النظافة من الإيمان يعني. المسؤولية موجودة ف يعني إذا أولاد أو أي حدا رمى ورقة على الأرض إشي بنخلي يقيمها أو أنا بقيمها يعني. مدير المدرسة بتلاقيه كمان نفس الإشي، أي شغلة بالساحات باب المدرسة الصبح بنظفه بقيمه مش أكيد يعني. الواحد لازم بلده المنطقة اللي هو عايش فيها لازم يكون عنده مسؤولية تجاه نظافة المكان، هذا شيء أكيد. الواحد بيعبر وبيعكس بيئته طبعا يعني، فالواحد لازم يعيش ببيئة نظيفة، لازم ينظف حواليه يعني، لأنه بالنهاية هو المستفيد يعني. نظافة من الإيمان أول شيء يعني، الإنسان لما يكون مؤمن بده يكون نظيف، فأي واحد بده يعمل شغلات غير لائقة يعني بالنظافة طبعا بننهى عنها، لأنه هذا مش شيء بكمل ديننا يعني. في عندك مسؤولية شخصية تجاه نظافة المكان؟ طبعا يعني أي إنسان بيته بمنزله يعني زي ما بيكون ببيته نظيف لازم بالشارع يكون نظيف، بمحله حوالين محله دائما تكون نظافة أهم شيء يعني. طيب في أشخاص بيرموا الورق، كاسات القهوة، العصير، أي شيء بيرموه من السيارة، ليش؟ هذا غلط يعني، من الشخص نفسه يعني، بيكون بالشارع مهمل برمي أي شيء، هذا غلط كثير كبير يعني عليهم. من أي ناحية؟ يعني أنت ماشي مكان شفت وسخ بتقيمه ولا لا؟ لا، إذا أنا ماري شفت شيء وسخ بقيمه. ترمي إشي من السيارة؟ من نظافة الشارع اللي أنا فيه. طيب لو أنت ماشي بالسيارة بترمي إشي من السيارة؟ لا طبعا لا، برمي في السيارة لما أصل مكان مكب برمي فيه، ما وصلت بحطه في كيس وبنزله معي على البيت. أكيد أكيد. كيف؟ يعني أنا بحب النظافة إجماع بشكل عام. لو كنت موجود بالشارع شفت أي وسخ مستعد تقيمه أو لا؟ يعني بعض الحالات بعض الحالات بس بعض حالات كمان، وأكثر حالات بكون مثلاً يا بك الدخان بخلص أو مي أو شيء، بس ما برمي. بس لما أوصل أي إذا كان في يعني تبع زبالة أو شيء برمي. في مسؤولية وفي لا. ليش؟ في مسؤولية لأنه لما أشوف أنا مكان يعني نظيف وفي ورقة بشيلها، لأنه هاي بتطلع المكان نظيف. أما لما ألقى كل المكان مش نظيف وما في حدا مهتم فيه وما في حدا سائل عنه، معناته ما في اهتمام من اي جهه. مثلا انت مارق بس ماشي بالسياره ما بترمي شيء من الشباك مثلا؟ لا طبعا مستحيل، انا دائما عندي كيس يعني بحط فيه النفايات، انه ارمي من الشباك مستحيل يعني. طيب لو شفت وسخ بالطريق بتقيمه او لا؟ اذا كان في مجال.